بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 83 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقة من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى يجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله عن من يغمر ورقة التي يكتب عليها آية أو بعض آيات من القرآن في الماء ثم يشرب هذا الماء دواء، هل هذا من المشروع في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تعالج بالقرآن الكريم رقية وكتابة هو داخل في الاستشفاء بالقرآن الكريم الذي جعله الله شفاء للأمراض المعنوية، أمراض القلوب والأمراض الحسية، أمراض الأبدان. قد رخص السلف كالإمام أحمد وغيره في كتابة القرآن في صحون أو أوراق أو شيء طاهر، ثم يغسل، تغسل الكتابة وتسقى للمريض، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الطب من زاد المعاد في هدي خير العباد. فمن فعله فلا بأس بذلك، أنه داخل في الاستشفاء في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الصالح. ما حكم أيضا القراءة على المريض عبر الهاتف، هذا في بلد وهذا في بلد، أو عبر وسائل الإعلام حفظكم الله؟ هذه ليست قراءة، هذا عبث. لا بد أن تكون القراءة على المريض مباشرة، يقرأ القارئ وينفث على المريض على محل الإصابة، هذه هي الرقية. ثم الرقية من بعد ومن مسافة بعيدة، فهذا من العبث ومن المزايدات في الرقية. نعم. أبو صالح يسأل حفظكم الله، يقول هل للعين رقية معينة؟ نعم، للعين قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، وفي آخر سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد يدخل فيه العائن. ومثل وأم يحسدوا قراءة أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، ومثل قراءة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويطلب حقيقة فضيلة الشيخ، يقول ما نصيحتكم لشخص مبتلى بشيء من المعاصي وهو يريد التوبة ولكنه يضعف عن ذلك؟ عليه العزم والقوة ولا يتردد في التوبة، ويعينه الله عز وجل، ولا يتلاعب به الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ويثبطانه عن التوبة أو يسوف بها ويقول سأتوب في المستقبل، بل يبادر بعزم وقوة ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز تقديم الزكاة قبل موعدها؟ إذا كان لغرض صحيح كحاجة فقير فلا بأس بتعجيلها قبل موعدها. قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العباس زكاة سنتين. نعم. ويقول هل يجوز دفعها على هيئة أقساط؟ على حسب الإمكان، إذا كان يقدر على إخراجها دفعة واحدة هذا هو الواجب والأصل. إذا كان لا يقدر وقسطها على أقساط على حسب استطاعته فلا بأس بذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول امرأة في عدتها، هل يجوز لرجل أن يرسل من يراها إن كان يرغب فيها مع عدم علمها ولا أهلها وجهلهم بذلك؟ لا، في العدة الله جل وعلا حرم خطبة المعتدة تصريحا، قالت جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.
إذا أرسل امرأة تنظر إليها مجرد نظر ولا تخاطبها في ذلك فهذا لا بأس به، هذا مثل الإصرار والتعريض. نعم. أيضا من الأسئلة في نفس هذا المقال وفي هذا المجال تسأل أيضا، تقول هل للمرأة أن تخرج وهي في أثناء العدة لأمر ضروري كمستشفى أو مدرسة، وما هي الأشياء الممنوعة منها؟ المرأة المعتدة للوفاة تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة لا تنقضي إلا بخروجها، ويكون ذلك في النهار لا في الليل. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من أحد المستمعين الكرام محمد صالح، يقول: والدي وقع عليه الحادث وتوفي في الحادث نفسه، وهو الذي كان يسوق السيارة، وكان يوجد معه في السيارة زميل وصدم شخصا آخر في سيارة أخرى، الثلاثة توفوا وكانت نسبة الخطأ على والدي 70%. السؤال: هل عليه صيام؟ إذا كان عليه صيام فهل يصح أن أصوم عن والدي المتوفى؟ إذا كان والدك مدانا في الحادث تقول عليه، تقول عليه 70% من نسبة الخطأ، فلا شك أن عليه الصيام، فإذا صمت عنه إبراء لذمته نفعه ذلك وبرئت ذمته بإذن الله، وأنت تؤجر على هذا. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: إذا كنا في البر للتنزه وأتى وقت الصلاة، هل لنا أن نصلي تحية المسجد؟ إذا دخلتم مسجدا فإنكم تصلون تحية المسجد إذا أردتم الجلوس فيه، أما إذا دخلتموه للصلاة الفريضة فتكفي صلاة الفريضة عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو منار يقول: والدي مصر على أن أتزوج ابنة عمي، وأنا لا أريد ابنة عمي خوفا من الأمراض الوراثية، فبماذا تنصحوننا؟ هذا راجع إليك، إذا كنت لا تقتنع بالزواج منها فأقنع والدك بذلك، ولا أظنه سيصر على رأيه، الأمر بالمفاهمة والإقناع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أبو محمد يقول: في الحج العام الماضي لم نجد مكانا للمبيت في منى بعد الإفاضة من عرفات، وقمنا بالمبيت في المزدلفة، ما حكم فعلنا هذا وهل علينا شيء؟ إذا لم تجدوا مكانا في منى ونزلتم المزدلفة فإن أمكن أن تأتوا على أقدامكم وتبيتوا في منى ثم ترجعوا إلى منازلكم في مزدلفة في آخر الليل أو في النهار، هذا واجب عليكم. أما إذا لم تستطيعوا النزول في منى ولم تستطيعوا المجيء إليها للمبيت في الليل على أقدامكم فأنتم معذورون والحمد لله وليس عليكم شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عصام من جدة يقول: من الحكم إذا صلى مسافر صلاة المغرب خلف مقيم يصلي العشاء دخل معه في الركعة الثانية وهو لا يعلم أنه مقيم؟ نعم، يكمل الصلاة، يصلي معه ما بقي ويكمل أربعا بعد سلام الإمام. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أبو أسامة من جدة يسأل عن معنى لا وصية لوارث. معناه لا تصح الوصية لأحد الورثة، لأن الله أعطاه حقه في الميراث فلا يزاد على ما فرضه الله له، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أن أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. بارك الله فيكم. هذا أو هذه أم الرميساء من أسفل. معنى لا وصية لوارث معناها النهي، هذا نفي يراد به النهي، أي لا توصوا لوارث. نعم. أم الرميساء سودانية مقيمة في الخبر تقول: ورد الكثير من الأحاديث بفضل بعض آيات القرآن مثل أول وآخر من سورة الكهف مثلا، لكن لم يحدد لها وقت معين، فإذا قرأتها مع أذكار الصباح والمساء هل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك. نعم. حفظكم الله. هذا يسأل يقول: من صلى صلاة العصر وبعد الصلاة شك بأنه ليس على وضوء ماذا يعمل؟ إذا كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث الشك لا يؤثر وهو باق على طهارته وصلاته صحيحة. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: عندنا يجتمعون عند أهل الميت وكل واحد منهم معه بعض الأمور المخالفة للشرع، ويجلسون 3 أيام أو 4 أيام في هذه الخيمة، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، وهو من البدع ومن إظهار الجزع في
للميت، والمشروع التعزية للدعاء للميت والدعاء للمصاب. تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك في أي مكان تصادفه، في المقبرة أو في المسجد أو في الدكان أو في الشارع أو في المكتب، في أي مكان. ولا حاجة إلى نصب صيام، ولا حاجة إلى فتح أبواب وجلوس وتعطيل للأعمال، كل هذا من المزايدات في العزاء. نعم. أحسن الله إليكم. أبو يحيى من جزان يقول: كيف يجمع المسلم بين فضل حضور النداء وأداء السنة الراتبة في البيت كسنة الفجر؟ ما ورد حضور النداء، إنما الذي ورد أن تتابع المؤذن وأنت في البيت أو في أي مكان. إذا سمعت المؤذن فإنك تقول مثل ما يقول، فإذا انتهى الأذان تقول: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الذي ورد تقوله في أي مكان. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما هي مواضع الدعاء الجماعي بالنسبة لمن يؤم الناس؟ لا يجوز الدعاء الجماعي، هذا بدعة من البدع، وإنما كل يدعو لنفسه منفردا في أوقات الدعاء وأماكن الدعاء التي وردت في الأدلة، كل يدعو لنفسه دون ارتباط بجماعة صوت واحد، هذا من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها المستمع الصاد عين باء من شرورة، يقول: دخلت المسجد فوجدت بعض الصبية يصلون ويأمهم أيضا صبي، فهل لي أن أدخل معهم أم أتنحى وأصلي وحدي منفردا بجماعة أخرى؟ إذا كان الذي يصلي الإمام، إذا كان الإمام مميزا فإنها تصح الصلاة خلفه، يصح أن يكون إماما إذا كان قد بلغ سن التمييز، هذا هو القول الصحيح الراجح في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع سعيد مصري مقيم في جدة يقول: حيث أن والدي مقيم في مصر وهو شيخ كبير في السن وغير قادر على الوقوف أو المشي دون مساعدة شخص آخر، وكذلك لا يستطيع الاستغناء عن استخدام بعض الأمور المساعدة له في الصلاة، هل له أن يصلي وهو جالس؟ نعم، إذا كان لا يستطيع القيام إنه يصلي جالسا، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلجا، فإذا أمكنه القيام ولو يكون معتمدا على عصا فإنه يجب عليه ذلك الفريضة، أما إذا كان لا يستطيع فإنه يصلي قاعدا ويؤمن بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإذا كان يمكنه السجود على الأرض فيجب عليه ذلك. أيضا نسأل يقول: هل يجوز الحج بدلا عنه؟ إذا كان لم يؤدي الفريضة ولا يستطيع مباشرتها لعدم تمكنه من السفر والركوب فإنك تؤدي عنه الفريضة، فريضة الحج. حديث امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي أدركته فريضة الله بالحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. يعني أما إذا كان يستطيع السفر فإنه يلزمه الحج بنفسه لأداء الفريضة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: رزقني الله بمولود جديد ولا أستطيع أن أذبح له عقيقة، فهل يجب علي ذلك أو يلزمني أن أتسلف في عمل ذلك؟ ذبح العقيقة عن المولود سنة وليس واجبا، فإذا كنت لا تقدر فليس عليك شيء ولا تقترب من أجل ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم رجلا يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يقول الله إنه هو هالك. ما, 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 ما المقصود بهذا الحديث بارك الله فيكم، وهل هو من استهزاء الناس؟ هذا لا يجوز لأمرين: أولا أن فيه يأس وقنوط وأن الناس كلهم هلكوا، والأمر الثاني أن هذا يزكي نفسه، كأنه يزكي نفسه بذلك وأن غيره هالك، هذا الأمر لا يجوز. نعم، هذا القول.
نعم بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو معاذ من جدة يقول: ما حكم شراء منزل أو شقة عن طريق شركات التقسيط، مع العلم أن ثمن الشقة والمنزل نقدا 700,000 ريال وعن طريق الشركة يصبح 1,200,000 ريال؟ إذا كانت الشركة تملك البيوت وتبيعها على الزبائن المحتاجين مقسطة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت لا تملك البيوت وإنما تمضي وتشتريها بعد المفاوضة مع الزبون وأخذ الالتزام منه لأنه سيأخذ هذه الفلة وهذا المسكن فهذا لا يجوز، لأنه بيع ما لا يملك. قد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. الذي ليس بملك الإنسان لا يجوز له أن يبيعه على نية أنه سيمضي ويشتريه ويحضره. لهذا قال الفقهاء: من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو معلونا له في بيعه. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه بميم صاد ألف يقول: هل يجوز قراءة القرآن على القبور وخاصة سورة ياسين كما في حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وما حكم هذا الحديث أو وما صحة هذا الحديث، وهل القراءة هنا على الميت بعد الدفن أم عليه وهو في بيته قبل الدفن؟ الميت لا يقرأ عليه بعد خروج روحه، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، ولا تجوز القراءة عند القبور لعدم الدليل على ذلك. وأما قراءة ياسين عند المحتضر ليس عند الميت، إنما هي عند المحتضر، المراد اقرأوا ياسين على موتاكم أي على المحتضرين، فهذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عمل عليه. نعم. أيضا من أسئلته يقول البعض أن رفع الأيدي للدعاء عند جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة أو في خطبة العيدين ليست صحيحة ولم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في ذلك؟ نعم، يدعو بدون رفع يدي، يدعو في الفصل بين الخطبتين بدون رفع يدي، لأن هذا الشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة أيضا بسؤاله الأخير الأخ المستمع من جمهورية مصر يقول: يزعم البعض عندما نقول لهم إن الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة منهي عنه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل بارك الله فيكم عن صحة ذلك والرد على هؤلاء. الحديث صحيح وله حديث أيضا بمعناه صحيحة كلها، تنهى عن الصلاة عند القبور، وتنهى عن اتخاذ القبور مساجد، وتنهى عن بناء المساجد على القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فلا تصح الصلاة عند القبور لأنها منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد كما قرر الوصوليون، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعلها. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء يقول، نستودعكم الله والسلام عليكم.